السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصم فوزي من شركة تيسير يحييكم، والنهاردة معادنا مع عرض جديد من عروض شركة التيسير. النهاردة بنقدم لكم لابتوب استيراد الخارج بيزنس لينوفو ثينك باد تي 420، والجهاز يتوافق مع متطلبات طلبة المدارس أو المدرسين أو الناس اللي بتتنقل كتير أو الناس اللي استخداماتها استخدامات مكتبية، ما بتحتاجش جهاز لا لجرافيك ولا الجيمزات عالية، بتحتاج بس جهاز رخيص تفتح عليه أوفيس، تعمل داونلود، تتفرج على الفيديوهات وهكذا يعني. فهيبقى متوافق أكتر لطلبة المدارس أو الجامعات أو كلية النظرية أو المدرسين أو كده يعني. مواصفات الجهاز عبارة عن بروسيسور كور i5 من الجيل الثاني، الهارد 320 جيجا قابل للتعديل والزيادة، ويمكن تركيب هارد SSD وممكن تركيب هارد إضافي. الرامات 4 جيجا ويمكن تزويدها حتى 12 جيجا DDR3. الشاشة 14 بوصة HD+. الجهاز فيه DVD رايتر دي الناحية اليمين، ده DVD رايتر، 2 USB 3 ميموري ريدر. جهاز حالته ما تقلش عن 90% استيراد الخارج، ويعتبر من افضل الاجهزه اللي بتتحمل الشغل الثقيل، لان عائله الثينك باد من العيله المعروفه بالماتيريال القوي وتحمل الشغل او الخبطات او الاستهلاك. الجهاز من الناحيه الشمال زي ما احنا شايفين اهو، هتلاقي مخرج الفيجا و يو اس بي 3 وفتحه الاي ساتا، فتحه الديسبلاي بورد ومخرج اللان، ده مكان الهارد. جهاز حالته ما تقلش عن 90% زي ما قلنا. ده الجهاز من الخلف، فريم نضيف جدا ما فيهوش كربوش، بطاريه بتقعد من ساعه ونص لساعتين ونص. جهاز من الخلف فيه يو اس بي وفي فتحة الباور، بطارية 9 سل. دي حالة الجهاز زي ما احنا شايفين، وسعر الجهاز اقتصادي جدا. الجهاز بنعرضه النهاردة ب 2300 جنيه فقط بدل 2500 جنيه 2300 جنيه بدل 2500 جنيه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك. لو عايز تتفرج على عروضنا كلها تخش على موقع التيسير.com، اكتر من 50 عرض لابتوب استيراد الخارج، حالات فرز اول ابتداء من 2000 جنيه وحتى 14000 جنيه. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد، كل يومين ثلاثه بننزل عرض جديد وبنعمل تخفيضات. لو ليك اصحاب مهتمين بالكلام ده تقدر تشير لهم الفيديو. لو ايه بس خلاص انا كده خلصت. سلام.